يعني أولا أستاذ عدي، نحن قرأنا وسمعنا وتابعنا الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي في طهران بحضور ممثلين عن ميليشيات يمنية عراقية لبنانية، ولم يحضر أي طرف سوري إطلاقا. هذا يعني أن سوريا الآن خارج هذا المحور، محور المقاومة، يعني المحور الذي يطلق على نفسه اسم المقاومة. هاي أولا. الشيء الثاني، هناك كذلك تصريحات كثيرة بأن الفصائل في العراق ستشترك في أي رد فعل من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران ضد إسرائيل، ضد الكيان الصهيوني، وهذا متوقع. لكن نعود ونقول، هل أن قرار الفصائل في العراق قرار الدولة أم قرار ميليشيات؟ هذا هو السؤال المهم. في إيران إذا كان هناك رد هو قرار دولة، في اليمن هو قرار الدولة وقرار الميليشيات واحد، في لبنان قرار الميليشيات وقرار الدولة واحد، يعني لأنه نعرف إحنا حزب الله هو الدولة والدولة هي حزب الله. الطرف الوحيد الذي لم يستطع أحد الإجابة على السؤال هو في العراق، هل أن قرار الفصائل قرار دولة أم قرار ميليشيات؟ جميل. إذا كنا قرار دولة بسم الله كنا نشلي قولتر يقول يعني كنا نستعد وندخل هذه المعركة. إذا كانت قرار ميليشيات فهذه مصيبة، يعني العراق سيجر إلى حرب لا يقف وراءها قرار الدولة. هذا هي الخطورة. طيب.